وقت نقول انه ستار اكاديمي بتخلق فرص ما بنكون عم نبالغ، ووقت نقول انه ستار اكاديمي بحقق الاحلام ما بنكون عم نحكي شعر، ووقت نقول انه الغناء على هالمسرح امنيه غاليه ما بنكون زدنا شيء عن الواقع. خلينا نتابع هالروبورتاج سوا. دخول ميرال بشكل مفاجئ على البرايم بجزء الأخير فرح الكل، وبدرجة أولى ميرال اللي اشتاقت لرفقاتها وللمسرح وللجمهور بشكل خاص. بالكواليس كان في حديث مع معدة البرنامج وميرال اللي كان عندها أمنية تعني لها كتير. كان نفسي غني على الستيج بعد مرة، غني طبلة وطلع كل شيء عندي كان نفسي. وبما أنه بستار أكاديمي باب المفاجآت دايما مفتوح، وافقت رولا على تحقيق أمنية ميرال. No way. وهي توديع جمهورها بإطلالة إلى مع محمود شكري. ما بدي أبكي. وهيك بلشت التمرينات. محمود وميرال رح يقدموا رقصة وأغنية، وهي تحية للعبقري البريطاني الفنان الكبير تشارلي تشابلن اللي ترك بصمته على عصر كامل. عطيوها من قلبهم، وكان قرار ميرال تولع المسرح وحطت كل طاقتها حتى تقدم الأفضل مع محمود. لكن على لحظة أمنية ميرال ما كانت رح تتحقق، فوعيت اليوم الصبح وعينيا ورماني. سنس عم تولكي بما اني انا كتير محظوظة، في عيني مرة ماشو خبي شعراتي خبي عيوني بشعراتي جد جد يا ربي معجزة. مع هيدا وكله رح تطلع على المسرح ولو شو ما صار. اسمع هيدا وكله رح غني. فشو رأيكن صاروا حاضرين الليلة؟ وكيف رح تودع ميرال المسرح؟ ميرال وشكري تحضروا منيح، وانتو حاضرين لتتمتعوا بحواسكن الكاملة بلوحة متكاملة؟